هاي جايز، كيفكن؟ يوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة سبيك اكس دي بالتحديث الجديد، واخيرا ما ضل هالوين، فعن جد كثير مبسوطة عشان ما في هالوين. فا اوكي، طبعا انا هلأ حددت اللعبة وانا كثير مبسوطة. اليوم طبعا رح نلعب التحديث الجديد، فانا كثير مبسوطة جايز، عن جد ام سو هابي. فا جايز انا ما بعرف شو بدي احكي، بس انا كثير مبسوطة عشان اجى التحديث الجديد. رح نشوف اذا في جزيرة جديدة او شو. فانا بس هلأ حددتها وكثير متحمسة، فما بعرف شو بدي احكي. اوكي رح نروح للمكان هذا نشوف شو الاشياء النيوز. اوكي هون عم يحكوا انه خلص خلص الهالوين. اوكي في بيت جديد تبع الموسيقى. في جزيرة جديدة ومو الصراحة. او ماي جاد، انا كتير متحمسة عشان هلا رح نروح نشوف الشغلات. اوكي طبعا بدي انا اني اشوف البيت الجديد. ما في هون. طيب ما في هون. اوكي رح نشوف من هون. ليكا ماي جاد، بفلوس. لازم نشحن. طيب ما في حد. طيب اشترى؟ ما في شكله. طيب اوكي ان شاء الله رح اشتري. ليك رجع هاد. اوكي جايز انا عن جد كتير مبسوطة عشان ايش التحديث الجديد. ما في حد اشترى. طيب لحظة نشوف الكاميرا اذا في لسه الشغلات قانت. طيب كتير اشتقنا لهذا التحديد. طيب لا ما في شي مدينة جديدة. طيب لحظة نشوف. كيف يب يلا نروح. طبعا احنا اللي رايحين كأني عم شوف شغلات. لحظة او ماي جاد اخ شو لحظة شات شو هاد؟ يا الله شلال شو هاد؟ او ماي جاد واو، هون في او ماي جاد هدول هن الشغلات اللي عم تشوفون. واو او ماي جاد شو هاد؟ يعني نجلس وبس. واو ياي هاد هو عم تتغير الوانه او شو. رائعة هدول هن الاشجار اللي كنا عم نشوفهم. اي هلا رح اشوف اذا في ملابس جديدة او لا عشان ما هن يعرف. فا اوكي كيف ما تشوفون ملابس الهالوين راحت. اوكي هذا المكان الصراحة مو بس جنني، هذا المكان رائع كتير كتير. واو جايز اخيرا خلص هالوين. هون في مايكروفون. طبعا بالنسبة جايز في عندي انا مشكلة الفريندز، لما بدخل للفريندز ليست ما عم لاقي ولا عندي ولا فريند. فما بعرف الصراحه ليش، بس لحظه لا يلا عادي رح نصلح المشكله. الصراحه انا لساتني بالصدمه، يعني ماني مصدقه شو الشغلات الجديده هون. بس او ماي جاد ماني يعني مصدقه. او ماي جاد البحيره رجعت لمكانها والشغلات رائعه. واو كتير واو. ليك جايز هدول عم تتغير الوانهم هدول. طبعا هاد فيه بنفسجي يعني عم يتغير لونه. ف
أنا كتير حبيت الصراحة منجلس بقدر أخد سيلفي. واو كتير حلو، كتير تحدي يعني. شي مو روعة أكتر من روعة. واو فطبعا كيف ما تشوفون رجعت المدينة لطبيعتها. فيب رح نروح هلأ على بيتي عشان نشوف إذا في فورنيتورز جديدة. أوكي جايز إذا كانوا، ونشوف كمان إذا في حد اشترى البيت. أوكي يلا 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 يلا. طيب هلأ أنا رايحة على بيتي عشان اني اشوف الفورنيتورز الجديدة اذا كان في فورنيتور او اشياء زي هيك. عندك هاي البنت، انت شكلك كتير غريب والله بترعب. طيب انا رح ادخل على بيتي. او ماي جاد التيم تبع اللعبة رجع، انا ماني مصدقة يعني. واو مو بس واو، اكتر من واو. اوكي اند بدنا نشوف اذا في شغلات جديده او لا عشان الصراحه انا كتير حبيتهن. انا حبيت التحديد ايه، بس ما في كتير شغلات جديده. طيب اوكي اند ما في شغلات جديده. طيب ما في. طيب so, هاد البيت اسمه Palais du Sang. بيجي مع oh my god بيجي مع شو اسمه التابل تبعيته. وهاد البيت يا الله انا كتير متحمسة، انا عن جد كتير متحمسة اني اشتري هاد البيت. او يا رب يعطوني كمان يا هدية يعني، عن جد كتير متحمسة. ف الصراحة كتير انا لحظة او ماي جاد واو. طيب ما في حدا اشترى. او كمان ما فرجيت لكم هون في تحديث جديد هون، يعني اذا انا اطلع اوفلاين للعالم كلياته. طبعا انا لا اونلاين لكم. طيب شو عم بعمل؟ اند هاي الميزة جايز جديدة، فيعني بقدر اني اعمل حالي اونلاين وبس. يعني انا اونلاين، انا لا اونلاين الان الفريندز تبعيتي، بس انا اوفلاين بالنسبة للعالم. فانا طبعا هلأ عامل حالي اونلاين وعم بستنى متابعيني يجوا عشان بدي اشوف انه اذا اشتريتوا البيت تبع الموسيقى عشان يلا اشتروه. يلا 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 اشتروه عشان نشوف البيت. طيب يعني هاد مكان جديد. فعنجد انا كتير الصراحة يعني مو بس حبيت المدينة، بس هاد المكان بيجنن يعني روعة، يعني كتير روعة. فجايز رح نزلكن كمان فيديو وكمان فيديوهات عن هذا التحديد وعن صندوق المكافآت وشغلات وهيك. فجايز انا كتير الصراحة حبيت التحديد، فبقدر اعمل شي موعد فيه. وكتير انا الصراحة حبيت يعني التحديد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتير حبيت. ف جايز عن جد اوه ماي جاد، ف يعني التحديث بيجنن، ومو بس يعني بيجنن اكتر من يجنن. ف
فبتمنى انتو يكون عجبكم، وانا الصراحة مو بس عجبني اكتر من عجبني هاي المتابعين، فكتير حبيت. بس انتو احكوا لي شو رأيكم، حبيتوا او شو؟ انا طبعا كتير حبيت، فبس اشتركوا بقناتي وحطوا لي لايك، حطوا لي لايك، وبحبكم كتير. باي، استنوا عني كتير فيديوهات. فطبعا هذا الفيديو هلا انا عم صوره هلا بالليل، يعني نزل التحديث وهلا الليل استيقظت من النوم عشان اصور لكم الفيديو، بس نزلته انا يعني. اوكي، وبس اشتركوا بقناتي، حطوا لي لايك، وبحبكم كتير. باي، اشتركوا.